المخطط الاستثماري التشاركي هو برنامج المشاريع اللي تبرمجهم البلدية وتلتزم باش تعملهم على عام كامل. المشاريع هذه نجم نقسمها لثلاثة أنواع: مشاريع إدارية ترمي لتركيز إدارات جديدة في المدينة كما مكتب بريد وإلا فرع بنك، مشاريع مهيكلة تزيد من جمالية المدينة كما ملعب كرة قدم وإلا حديقة عمومية، مشاريع القرب اللي تمس المواطن في حياته اليومية كما الإنارة والكياس والربط مع لوناس. كيفاش يصير المخطط الاستثماري التشاركي؟ في المرحلة الأولى يتم تكوين خليط المشروع اللي تتكون من رئيس البلدية، الكاتب العام، مرافق مالي وفني، ميسر والمسؤول الفني والمالي متاع البلدية. الخلية هذه تجتمع مع مكونات المجتمع المدني والإطارات متاع البلدية. يتم تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق باش يسهل التدخل المدينة الكل، التشخيص المالي والفني اللي يعملوه المصالح الفنية والمالية في البلدية باش نجمو نعرفو بالضبط الوضع في كل نهج من حالة طرقات، نسبة إنارة ونسبة ربط بالماء الصالح للشراب. المرحلة الثالثة تتمثل في الجلسة التشاركية الأولى اللي تعلم البلدية فيها المواطنين والمجتمع المدني بنتائج التشخيص المالي والفني وبالتقسيم متاع المناطق قديش خصصت فلوس لكل منطقة، وتبدأ في التحضير لجلسات مناطق بالتنسيق مع المواطنين والمجتمع المدني. في مرحلة رابعة يصيروا جلسات المناطق تجتمع البلدية فيهم مع أهالي كل منطقة ويتناقشوا مع بعضهم وين باش يكون التدخل في المنطقة متاعهم على حسب الاعتمادات اللي مخصصتها لهم البلدية. المواطنين يختاروا زادة ثلاثة ممثلين عليهم على الأقل مهمتهم باش يتابعوا التدخل وينسقوا مع البلدية. المرحلة الخامسة جلسة تشاركية الثانية اللي تقدم البلدية فيها المخطط اللي عملوه مع المواطنين والمجتمع المدني وجملة المشاريع اللي وافقوا عليها، تتناقش آخر مرة قبل ما يتم المصادقة عليها في المجلس البلدي وبرمجتها.